ف دقيقة واحدة. دلوقتي قدامنا الصورة من داخل النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والنائب الأستاذ عمرو فاروق وأعضاء مجلس الإدارة بيتفقدون آخر استعداد للائحة النادي الأهلي أو الأماكن اللي هي الناس كل أعضاء جمعية عمومية هيدوا أصواتهم هناك علشان اللائحة الجديدة، دستور النادي الأهلي اللي اتكلمنا عليه كتير وقلنا إن النادي الأهلي محتاج يكون ليه دستور خاص وليس لائحة استرشادية. نتمنى من كل أعضاء النادي الأهلي تواجدهم يوم الجمعة في محفل كبير أو الحفل الكبير للنادي الأهلي ويقدروا يعدوا ويكسروا رقم 12,500 عشان يغيروا الدستور. روح النادي الأهلي وقول قول لا، لكن لازم تكون متواجد لأن ده بيتكتب في تاريخ النادي الأهلي. ناس كتيرة بتعمل لوائح، اللائحة مش تفضل مستمرة لمدة كتيرة، ممكن يجي مجالس إدارة تانية يغيروا بعض اللوائح، لكن يكون حاجة جوه النادي الأهلي، جوه كيان النادي الأهلي. هو ده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي كلنا، وكل ده اللي احنا شايفينه. يعني النهاردة هو الساعة دلوقتي يعني الساعة 10 بالليل، كابتن محمود لسه خارج من العزاء وراجع النهاردة الصبح، كان بيمضي عقد الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس. يعني اليوم عنده حافل بكل حاجة، بيتابع كل التفاصيل قدامنا يعني لحظة بلحظة في النادي مع العميد محمد برجان مدير عام النادي، وهو بيشرح للكابتن محمود ازاي وسيلة الأعضاء دخول وخروج الأعضاء في الخيمة، المتنفس أماكن الدخول وأماكن ازاي هيلقوا بأصواتهم. أتمنى إن شاء الله إن الجمعية العمومية دي تعمل رقم كبير للنادي الأهلي. الجمعية العمومية مهمة ما فيهاش انتخابات، لكن فيها قانون ولائحة ودستور النادي الأهلي اللي احنا كلنا نتمنى إن هو يطلع بإذن الله لقريب ان شاء الله باذن الله يطلع على الحقيقه. دي اعتقد اهم جولات كابتن محمود الخطيب في رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في اخر مراحل الاستعداد، وكان هو مصمم على الموضوع ده. هو يتمنى اللائحه دي تكون لائحه يعني عمل واجتهد كل اعضاء مجلس الاداره، عملوا حوار مجتمعي قوي جدا داخل جدران النادي الاهلي، كل الناس قالت ارائها، مجلس الاداره لم يتشبث برايه في هذا الموضوع وقدر بعد كده يغير كتير من اللوائح اللي كان مطلعها او كتير من البرود اللي كان مطلعها. والنهارده خلاص بقت النادي الاهلي عنده لائحه، روح النادي الاهلي يوم 28 قول قول لا، بس لازم تكون متواجد في العرس الكبير للنادي الاهلي عشان يقدر يغير من اللائحه الاسترشاديه الى لائحه ودستور النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب مرات كنا بنتكلم فقال اللائحه دي مش هي هتفضل طول عمر 100 سنه، ان شاء الله مجلس الاداره اللي جايه يعدلوا ويطوروا، لكن يكون بولاد النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي هم اللي يعملوا الكلام ده. نتمنى ان شاء الله 28، بقول لكل الناس روحوا يوم الجمعه من الساعه 9 الصبح للساعه 7 مساء مفتوحه. كان العميد محمد مرجان قال ان مدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الموضوع ده مش هياخد ثواني، يعني دقيقتين ثلاثه بالكتير هتخش هتقول صح او لا، موافق عليها او غير موافق، روح وقول رايك زي ما انت عايز. هي دي النادي الاهلي، هو دي شرعيه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون عرس كبير يوم 28 نوفمبر. يوم 28 نوفمبر باذن الله هيكون عرس للنادي الاهلي في لائحته. وهنستمر مع كابتن الخطيب وتفقده لاخر الاجراءات او اخر اللمسات لحضور اعضاء النادي الاهلي للجمعيه العموميه. كابتن طارق محروس معلش يعني انت ابن من ابناء النادي الاهلي، تقول ايه على لائحه ودستور النادي الاهلي في المرحله الجايه؟ معلش احنا خرجنا من المواضيع. هو طبعا اللي اتربى في النادي الاهلي يعرف قيمه النادي الاهلي. انا الحمد لله دخلت النادي الاهلي وانا عندي 7 سنين، اتربيت وكلت وعشت وتعايشت حياتي كلها لغايه سنين عمري كلها جوه النادي الاهلي. طبعا اللي بيحصل حاليا من مجلس اداره النادي الاهلي انه بيعمل دستور لينا لنتعايش بيه، قد يكون الدستور ده خطا قد يكون الدستور ده صح، لكن في الاول وفي الاخر كل انسان عايز ينجح لازم يعمل لحياته شكل وسيستم ومناهج يشتغل عليها. فانا شايف ان اللي عمله مجلس اداره واجتهد فيه حاجه كويسه، ولازم فعلا كلنا نروح ولازم كلنا ننزل، لازم كلنا نقول راينا. وكنت بتكلم مع هاني الكابتن هاني فخراني، الكابتن هاني برضك عضو في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي وهيروح، كنا بنتفق ازاي هنروح يوم الجمعه وازاي هنتقابل وندي صوتنا، لان مهم جدا
ان انت الناس كلها تعرف من هو النادي الاهلي وما قيمه النادي الاهلي في عدد اللي هيتواجدوا في الجمعيه العموميه، لان لازم نروح، لازم نتواجد، لازم نقول راينا بالموافقه او بالرفض. مفيش مشكله ان هو يقول وزي ما حضرتك قلت قبل كده كل حاجه قبل التعديل، مفيش حاجه ثابته، الدنيا بتتغير، من حق الاعضاء الجمعيه العموميه في اي وقت نغيروا اللي هم عايزينه. فباذن الله نتواجد يوم الجمعه جميعا ونقول راينا بالقبول او بالرفض. كابتن هاني، ايه رايك في الاهلي والاسلوب النادي الاهلي؟ طبعا انا موافق كابتن طارق في كل طبعا في الموضوع بتاع اللائحه، وانا شايف ان اللي بيحصل في النادي الاهلي الفتره دي ده هيفضل التاريخ يذكره في تاريخ يذكره. طبعا حاجه زي كده اللي بتحصل في دي انا شايفها ان حاجه طفره في مجالس الاداره الانديه وفي